جزاكم خير، بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يقال لهم في آخر مجلسهم قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. كل نبي من الأنبياء آتاه الله تعالى من المعجزات ما يثبت لقومه أنه نبي، كما قال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. أي رجل يأتي ويقول أنا نبي، نقول أعطنا الدليل على نبوتك، فيأتينا بالمعجزات. كما لو جاءك شخص وقال لك مثلا أنا أتحدث الإنجليزية بطلاقة، دعني أترجم لك، فأقول طيب أعطني الدليل على هذا، تكلم بالإنجليزية، اشرح لي وصف هذا المكان، أعطني الدليل على هذا. جاءك شخص آخر قال لك أنا طبيب أعالجك، طيب أثبت لي أنك طبيب. كذلك الناس الذين الرجال الذين يبعثهم الله تعالى على أنهم أنبياء، ليس كل من قال أنا نبي صدقه الناس، وإنما يطالبونهم بالدليل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالأدلة والمعجزات الظاهرات. وكل نبي بعثه الله جعل الله تعالى معجزاته متوافقة مع المشهور عند قومه. موسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه السحر وخوارق العادات، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه. فكان موسى عليه السلام يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، يدخل يده في جيبه عند صدره أو في جيبه المعتاد، وكان موسى آدم يعني فيه سمرة، فإذا أدخل يده في هذا الموضع ثم أخرجها وإذا هي بيضاء للناظرين، فيقول لهم: من الذي جعل عندي القدرة أني أغير لون يدي؟ الله، ليثبت أن في إله اللي فعل لي هذا. من الذي حول هذه العصا إلى حية؟ الله الذي أدعوكم لعبادته. هكذا. ولذلك لما ألقى العصا فإذا هي حية تسعى خر السحرة له سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وخوارق العادات، فجعل الله تعالى له من الآيات ما يشبه ما يفعله قومه. فكان عيسى يبرئ الأكمه، الأكمه هو الذي ورد وهو أعمى، يبرئ الأكمه والأبرص، بل ويحيي الموتى بإذن الله، فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب. الأطباء الذين كانوا فرحانين بالطب في عصر عيسى عليه السلام لما نظروا إلى ما يفعله عيسى قالوا: هذا ليس طبا، هذا شيء فوق الطب. إذن كيف شيء فوق الطب؟ معناه فيه أحد غيرك يا عيسى هو اللي يفعل هالشيء وليس أنت. أنت لما تمسح على الميت ويقوم حيا في الحقيقة هو ما قام بمسحتك، قام بفعل من آخر وليس أنت. يقول: نعم ربي هو الذي أحياه، فاعبدوا الرب الذي عنده هذه القوة. فحير بذلك الأطباء. نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام لم يبعث إلى قوم محددين، يعني ما بعث إلى قوم يهتمون مثلا بالسحر فصارت معجزاته تتعلق بهذا، ولا بعث إلى قوم يهتمون بالطب فصارت معجزاته تتعلق بهذا، بل معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عامة للناس وباقية إلى قيام الساعة. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل نبي كان يبعث إلى قوم محددين. الله تعالى يقول: وإلى عاد أخاهم هودا. لو هود بيطلع يدعو القوم الآخرين يقول لها: الله ممنوع، احنا بعثناك إلى هؤلاء بس، أولئك عندهم نبي غيرك. ترى النبي الوحيد الذي بعث لوحده للعالم محمد صلى الله عليه وسلم. الأنبياء الآخرون كان يبعث
إلى قوم شعيب. شعيب في ناس بعيدين عنهم، شعيب ما له دخل فيهم، يبعث إليهم هود. في ناس أيضا في أقصى الأرض اسمهم مثلا قوم عاد، يبعث إليهم صالح ونحو ذلك. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو النبي الوحيد الذي بعث إلى الناس عامة، وغيره من الأنبياء كانوا يبعثون إلى الناس خاصة. ولذلك معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم متنوعة. إن شئت معجزات في الطب عنده، إن أردت معجزات تتعلق بالفلك عنده، إن أردت معجزات تتعلق بالإخبار ببعض المغيبات عنده، إن أردت معجزات تتعلق باللغة وسلامة اللغة وقوة اللغة والبيان والقرآن عنده. وأعظم معجزة بعث الله تعالى بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي المعجزة التي بين أيدينا اليوم، القرآن. يقول الله تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يتلى عليهم. ما يكفيهم القرآن حجة على أنك نبي. ولذلك آمن الكفار لما رأوا المعجزات، لما رأوا المعجزات من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فعلا أنت نبي. لو جاء غيرك يدعي أنه نبي قلنا لا، أعطنا معجزات. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، فيها معجزات تتعلق بالأخبار، يقول مثلا سيحصل كذا وكذا ويكون صحيح. من أخبرك بهالغيب؟ يقول أنا ما أعلم الغيب لكن الله أخبرني أنه سيحدث. طيب إذا أعبد الله اللي أخبرني. معجزات تتعلق بالطب، معجزات تتعلق بالفلك، معجزات تتعلق بتكثير الطعام والشراب. يقول ابن تيمية رحمه الله: معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1000 معجزة كلها تدل على نبوته. تعالوا خلال هذه 45 دقيقة نقف على بعض أنواع معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أول ذلك المعجزات التي تتعلق أنه يخبر ببعض المغيبات. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، ويقول الله تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ما يدري. يعني لو تقول له: يا رسول الله إيش بيحصل غدا؟ يقول لك: ما أدري، أنا بشر مثلكم. بل النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم أنهم إذا خرجوا إلى معركة أحد أنه سيستشهد 70 من أصحابه ويجرح 214، كان يطلعهم تعالوا عشان تموتون؟ كان يقول: لا بنموت، خلونا نغير الخطة. ما يدري عليه الصلاة والسلام، ما يعلم الغيب. لكن أحيانا يخبره الله بمغيبات، مثل مثلا لما قال صلى الله عليه وسلم: من علامات الساعة أن تكثر الأسواق. فعليهم فعل الأسواق تكثر. قال: من علامات الساعة أن ينتشر القلم. يعني أنتم يا صحابة اليوم اللي يعرفون يكتبون ويقرؤون قليل، لكن سيأتي زمان الكل يعرفون يقرؤون ويكتبون. أوه، فإذا أنت في زمن اليوم الكل يعرف يقرأ ويكتب، حتى اللي ما يكتب بيده تجد أنه مع انتشار الأجهزة الذكية تعلم يكتب على الآلة هذه. يمكن بعض الناس يتقن الكتابة هنا وتقول اكتب بيدك يمكن خطه ما يكون جميل. وأنا أجزم أن كثيرا من أبنائنا اليوم لو تقول له اكتب يا ابني يمكن يخطئ في بعض الأشياء. تقول له: اطبع لي بالجوال الذي في يدك، وإذا هو أسرع منك في الكتابة، ممكن يطبع لك وهو مغمض يحفظ وين مواقع الأحرف. فانتشر فيهم القدرة على الكتابة. وقال: من علامات الساعة أن تشارك المرأة زوجها في التجارة. صارت الآن بعض النساء تشتغل بالتجارة الإلكترونية ولا التجارة الحقيقية. من علامات الساعة كثرة السمن في آخر الزمان، وغير ذلك من العلامات. من اللي أخبره؟ أخبره رب العالمين. من القصص في ذلك على أنه يعرف بعض المغيبات، وهذه معجزة، ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر. خيبر تبعد عن المدينة اليوم 165 كيلو بالطرق المعروفة اليوم المعبدة يعني. فاليهود اللي في خيبر لما النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في بني قريظة وكذا في المدينة عملوا له مشاكل، قال لهم: يا تقاتلوني يا تطلعون من البلد. قالوا: نطلع من البلد. فخرجوا وسكنوا في خيبر. بدأوا هم في خيبر يرسلون إلى قريش جميع أنواع الأسلحة لحرب المسلمين.
يا قريش تدخلون قتال، هذه أسلحة، هؤلاء رجال، هؤلاء خيول. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا يهود ابقوا في حالكم، قالوا احنا ما فعلنا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وغزاهم. فلما غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء وغزا اليهود، حاصرهم 23 يوم، حاصر خيبر ما فتحوا له. فبعد ذلك فتح الله عليه واستسلموا، فقال طيب لن أقاتلكم وسأبقيكم أنتم المسؤولين عن مزارعكم وبساتينكم، لكن تعطونا نسبة. فلأجل ذلك جاءت إليه امرأة يهودية أول ما فتحوا خيبر، وصار لثلاث وعشرين يوم في الحصار، الصحابة ما عندهم إلا التمر والماء، واللي عنده شوية لبن أوه يعتبر يعني أحسن واحد. فقالت هذه المرأة اليهودية إني قد صنعت لك شاة مشوية كشكر إنك يعني ما قصرت ولا قتلت منا أحد وإنك تحملتنا، فتفضل. وضعت، جاءوا ثلاثة أربع رجال حاملينها وحطوها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تفضلوا كلوا لحم مشوي. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع، وكانت اليهودية قد سألت أي شيء أحب إليه من الطعام من الأشاة. تعرف سبحان الله الواحد بعض الناس يحب الكتف، بعض الناس يحب الذراع من الأشاة، يعني حتى لو تروح تشتري لحم تقول لا أريد من لحم الظهر، أريد من كذا. فقالوا أحب شيء إليه الذراع، فكثرت فيها من السم، والبقية وضعت عليه سما. واليهود بالمناسبة خبراء في السموم، والسم كان موجودا من قديم. يعني أنا أذكر الفراعنة كانوا يصنعون أنواعا من السموم ويجربونها على السجناء، يأتون بالسجين يجربون عليه السم، عندهم سم يموت مباشرة، عندهم سم يموت بعد يومين ثلاثة، وكانوا يتفننون في السموم. حتى ذكر ابن كثير في البداية والنهاية، ذكر أن ملكا من ملوك المشرق، المشرق اللي جهة كازاخستان وأوزبكستان وفارس، يقول كان عندهم نبات، هذا النبات إذا أكلت منه أو لمست به على جسدك تموت من قوة سمية هذا النبات. يقول ابن كثير فكان بعض ملوك العجم إذا ولدت الجارية بنت صغيرة أمه مملوكة ولدت، يجعلون على فراشها من هذا النبات القاتل مخلوطا بنباتات أخرى، فإذا نامت عليه لأنها لسه مولودة ومخفف شوي تمرض لكن ما تموت، يبدأ الجسم يقاوم، يتعلم مقاومته، ثم يزيدونه حتى شيئا فشيئا يصبح هذا السم يلامس جسدها ولا يضرها بتعود الجسم على مقاومته. يقول ثم يبدأون يجعلونه في طعامها شوي شوي بنسب معينة حتى تكبر ويصبح جزء من بناء جسمها بسبب هذا النبات، هكذا ولا تموت منه، صير خلاص هو من ضمن المأكولات عندها. يقول ابن كثير فإذا أراد هذا الملك أن يقتل ملكا آخر زين هذه الجارية وجملها وبعثها إليه هدية أمه مملوكة. يقول فإذا بات معها ذلك الملك ليلة أو ليلتين مات، لأنه بملامسة جسدها ووطئها الوطأ التام يقول ينتقل إليه السم ويموت، فكان عندهم فن في هذه السموم. فالشاهد هذه المرأة وضعت السم، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ جزءا من الذراع وحملها، فلما نهش منها نهشة قال لأصحابه قفوا، يعني توقفوا على الأكل، فرفعوا أيديهم، فقال عليه الصلاة إلا واحد من الصحابة كان قد أكل لقمة وبلعها، هذا الصحابي مات بعدها بساعات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي من ها هنا من اليهود، فدعوهم إليه. فلما جاءوا جاءه رؤساؤهم، قال يا معشر يهود إني سائلكم عن شيء، هل أنتم صادقية إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم. فلم يسألهم مباشرة عن الشاة، سألهم أسئلة أخرى يختبر صدقهم، قال لهم من أبوكم
وكان هذا الفخذ من اليهود، هذه القبيلة لهم أب جبان لا يفتخرون بالانتساب إليه، فإذا سئلوا من أبوكم انتسبوا إلى جد آخر، هو ليس جدهم، جد القبيلة الثانية، لكن لأنه يعني شجاع قالوا أبونا فلان، فقال لهم كذبتم بل أبوكم فلان، قالوا صدقت. قال يا يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم، وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها قليلا ثم تخلفون فيها. قال اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا. يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على هذا؟ ليش؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا متسلطا أن نتخلص منك، وإن كنت نبيا لن يضرك، لكن من أخبرك؟ قال أخبرتني هذه الذراع، أخبرتني هذه الذراع. طبعا توفي النبي صلى الله عليه وسلم، توفي الصحابي الذي أكل من الذراع، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام اليهودي اللي حطت السم وقتلها بهذا الصحابي رأسا برأس، النفس بالنفس. طبعا الغيب الأصل أن ما يعرفه إلا رب العالمين، هذا الأصل. قد يقول بعضكم طيب كيف احنا في التلفزيون يطلع ناس يعلمون الغيب، كيف يعلمون الغيب؟ يتصل عليه المتصل يقول له أنا مريض وعندي هذا المرض، فيقول لا 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 تعطيني التفصيلات أنا أعطيك إياها. يقول له الكاهن أو هذا الرجل العراف يقول للمتصل أنا أعطيك التفصيلات، فيقولها أعطني. قال أنت مرضت قبل 6 أشهر صح؟ يقول نعم. قالوا عندك في البيت أختك فلانة ما تزوجت صح؟ يقول يا أخي يعرف الغيب نعم نعم. فيقول ساكن جنبكم ناس عندهم ولد مريض صح؟ فيقول نعم نعم. يقول وذهبت للطبيب الفلاني وأعطاك الدواء الفلاني وحصل لك كذا صح؟ فيقول نعم نعم. ثم يقول إذن علاجك أنت لو استمريت على كذا بعد شهر سيحصل لك كذا. الآن بدأ يكذب. طيب أي شيء يعطيك إياه مستقبل هذا يقينا ما يعرف المستقبل إلا رب العالمين، إلا في حالة واحدة سأذكرها بعد قليل. لكن أكثر هؤلاء الكهان يخبرونك بشيء اسمه الغيب النسبي وليس الغيب المطلق. كيف يا إخواني؟ يعني أنا الآن لما أقول لك كم معي في جيبي من المال، كم ريال في جيبي، تقول ها ما أدري. هذا الموضوع، هذا الجواب هو غيب بالنسبة لك لكن ليس غيبا بالنسبة لي. أنا أدري كم في جيبي فلوس. أقول لك مثلا ما اسم أمي، أنت ما تدري، هو غيب عندك لكن ليس غيبا عندي، أنا أعرف اسمها. فهو ماذا يفعل هذا الكاهن؟ هذا الكاهن يستعمل الجن، الجن عالم خفي، الجن بينهم علاقات، فالجن الذي عنده يسألون الجن اللي معك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا ومعه قرين من الجن، فهو يسأل قرينك يقول إيش اسم أخته، إيش عندهم في البيت، إيش عند، فيعطيه المعلومات ويصبها في أذن هذا الكاهن. يبدأ هذا الكاهن يخبرك بهذه المغيبات عن طريق الجن. لكن لو قلت له طيب أخبرني بعد ساعتين أين سأكون، ما يخبرك. أنا بكرة أين سأتغدى، بتغدى في بيتي ولا بتغدى في مطعم ولا عند واحد من أصدقائي ولا، ما يدري. الغيب المطلق اللي بيأتي هذا ما يعرفه حتى الأنبياء. يقول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، إلا يخبر بعض الرسل ترى بيحصل كذا وكذا وانتبه. هذا فيما يتعلق بمعرفة الغيب. بل حتى الموضوع الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به المرأة تراه ليس غيبا مطلقا، لأن أخبر هؤلاء بشيء حصل في غيبته هو، وإلا هم يعرفونه، فهو ليس غيبا مطلقا. ولذلك يا إخواني حرم النبي صلى الله عليه وسلم سؤال هؤلاء العرافين والذين يعلمون الغيب يدعون علم الغيب ونحوه. واليوم بدأوا يلعبون بالعقول، اليوم في قنوات عندها برامج خاصة بهؤلاء الكهنة اللي يدعون علم الغيب،
وتجد أنه يلعب بعقول الناس. هل تصدق أن بعضهم يقول للمتصل، طبعا هم يربحون من هذا المتصل، لأن هذا المتصل الدقائق التي يتصل على هذا الرقم أغلى من الدقائق في غيرها، فهم لهم نسبة عالية من الاتصال، فيقول لهذا المتصل أحيانا تبغاني تريدني أن أقرأ لك الكف، فيقول المتصل نعم نعم، يقول ضع كفك على الشاشة والله، ويضع كفه على الشاشة، شاشة التلفزيون، ويبدأ هذاك في لندن يقرأ له كفه. من يصدق بهذا؟ ويبدأ يقول له أنت مقدم على مشروع في حياتك، على قرار بتسويه، على أمر من الأمور بتعمله، صح؟ كلنا ما في واحد إلا مقدم، يا مثلا ناوي يروح مثلا سفر، ولا ناوي يغير وظيفته، ناوي يفتح تجارة، ناوي يتزوج، ناوي يزوج بنته، ناوي ينقل من مكان إلى مكان. في الغالب أن الإنسان عنده قرارات سواء صغار ولا كبار، فيقول صحيح صحيح، يقول فعلا أنت عندك هذا، ولكن فكر جيدا قبله وإلى آخره، ويعبث بعقول الناس، ولا الغيب ما يعلمه إلا الله. دخل مرة أحد المنجمين على ملك من الملوك، فوجد في حجر هذا الملك مولودا، مولود صغير، ابن للملك أو بنت أو كذا، جايبينه وحاطينه في حجرة، الأب فرحان بالمولود، لسه مولود يعني. فقال هذا المنجم اللي يدعي علم الغيب لما ينظر في النجوم، قال لهذا الملك: يا أيها الملك، هل أخبرك بمستقبل هذا الغلام؟ فقال الملك: نعم. فقال هذا المنجم: هذا الغلام سيكبر ويتزوج بنت الملك الفلاني، ويكون له كذا، ويكون يركب الخيل أسرع واحد، ويكون يستطيع أن يركب الخيل واقفا، ويكون يقاتل بسيفين، وبدأ يذكر لها أشياء مفرحة حتى يكبر الجائزة التي يأخذها، يريد أن يفرح حتى يقول أعطوه 100 من الإبل ولا أعطوه 1000 دينار. فلما انتهى قال له هذا الملك: أصلا هذا الذي في حجري بنت وليس ولدا. يا كذاب، أنت ليش تصنع الكلام وتعبث بعقلي؟ أصلها أنت ما تدري هي بنت ولا ولد أساسا. ولذلك يا جماعة الله تعالى يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولو كان السحرة بالمناسبة لهم قوة وقدرة لعبثوا بكل أحد. يعني الآن أسألك مثلا: العلماء، الأمراء الكبار، رؤساء الدول، ليش هذا ما يسحر ويصير يعبث بشيء معين، ولا يعطي أموال؟ ولا السحر ليس لعبا، ما هو بكل واحد يقدر يسحر، وليس كل سحر مؤثر، وليس كل من يدعي معرفة الغيب. لو كان معرفة الغيب سهلة لكان هؤلاء العظماء قبل لا يقدم، قبل لا يذهب مؤتمر، ينادي العراف اللي عنده ويقول: ماذا سيقول رئيس الدولة الفلانية؟ يأخذ منه المعلومات حتى يحضر نفسه عبر المستشارين، لكن وممكن يدفع له مليارات لأجل يعطيها المعلومات، لكن الله أقفل علم الغيب تماما. وبعدين ألا تلاحظون أكثر هؤلاء الكهنة والسحرة والعرافين، ألا تلاحظون أنه يعيش عيشة ضنكة في بيته وفي لباسه وفي، ألا تلاحظون ذلك؟ هذا لو استطاع أن ينفع أحدا لنفع نفسه، لو استطاع أن يجر الدنيا لأحد لجرها إلى نفسه قبل غيره. ولذلك أول شيء لا تخف. بعض الناس يقول لك، وأنا مرة في إحدى الدول العربية ونزلت عند، يعني وقفت عند مطعم، فجاءت امرأة وقالت تريدني، يعني بلهجتها، يعني طبعا لكن لا أريد أقلد اللهجة حتى لا يعرف ما هي الدولة، فسألتني قالت: يعني تريدني أقرأ لك الكف؟ قلت لها: يا حجة ما يجوز. قالت: كيف ما يجوز؟ كل الناس أقرأ لهم الكف. قلت: لا يجوز، الغيب ما يعلمه إلا الله. قالت: ترى والله. طيب أعطني كذا، يعني أعطني فلوس. قلت: ما أعطيك شيء، هذا حرام، وقراءة الكف ما يجوز والغيب. قالت: والله لا أسحرك. قلت: سحريني وأنا أمشي. تقول: والله تندم، والله تندم، أنا خايفة عليك، والله تندم، أعطني فلوس ولا بأسحرك. في الحقيقة ما تقدر، أتحداها تسحرني، ما تقدر إلا أن يشاء الله شيئا طبعا، أنا لا أتألى على ربي،
لكن ما تستطيعين. هل كل واحد يمشي في الشارع أنا أقف أقول سحرت هذا وسحرت هذا؟ المسألة لعب. الله تعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يستطيع. ويقول إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالواحد أيضا لا يكون عنده خوف دائم من السحرة وسحروني وسحرتهم وما أدري إيش، لا تهتم بهذا. أو بعض النساء كلما صار بينها وبين زوجها مشكلة بسبب سوء تعاملها أو سوء تعامله قالت والله حاطين لنا سحر. ما حطوا لك سحر، لكن ابحثي في تعاملك وفي تعامله، حلوا مشكلتكم مع بعض. لا تعلقي المشكلة بأمر غائب حتى تستمري على تعاملك. حسني تعاملك وانظري كيف حل المشكلة، ولا تعلقيها بسحر أو غيره. إذن الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن قد يكشف الله تعالى شيئا من الغيب لبعض أنبيائه لأجل أمور يريدها، مثل ما كشف هنا أن هؤلاء وضعوا لك سحرا وما شابه ذلك. هذا أيها الأفاضل هو النوع الأول من معجزات صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من معجزات عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يكثر الطعام أو الماء له. يعني مثلا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما في البخاري أيضا، يقول جعت يوما فجلست على طريقهم وهم خارجون من المسجد، فخرج أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته إلا ليستتبعني حتى يقول لي تفضل معنا يا أبو هريرة بعد العشاء، تفضل معنا تعشى. يقول فجاء أجابني وذهب. ثم خرج عمر فسألته عن آية، والله ما سألته جهلا بها، إنما سألته ليستتبعني عشان يقول تفضل معنا. يقول فأجابني وذهب. يقول ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم، فلما نظر إلي عرف ما في نفسي وما في وجهي، وقال يا باهر قلت لبيك، قال اتبع تعال معي. يقول فذهبت معه فاستأذن لي فأذن لي، يعني دخل البيت وقال ترى في بيت خل معي واحد فأذنوا. المرأة اللي في البيت زوجته خرجت عند يمين، أو لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن غرفة واحدة يعني بعضها مسقوف وبعضها غير مسقوف، وكذا بيوتهم يعني بالمناسبة كلهم يعني كانت هكذا طبيعة الحياة. فدخل أبو هريرة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم لبنا في إناء، قال من هذا؟ قالوا أهداه إليك فلان أو فلانة. فقال صلى الله عليه وسلم له يا أبا هريرة قلت لبيك. وقد كان ينتظر أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يناوله ليشرب. قال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة هم قوم يأتون ويدخلون في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام لم يستطيعوا الرجوع إلى أهليهم بسبب أنهم أسلموا وأهلوهم يؤذونهم، فكانوا يجلسون في المسجد. فلما كثر عددهم النبي صلى الله عليه وسلم كحل سريع جعل لهم صفة في المسجد، يعني مظلة من سعف النخل يجلسون تحتها، وكانوا 70 100 ينقصون يزيدون، لأن كل واحد يأتي يدبر نفسه ببيت يدبر نفسه بتجارة، ما كان جالس. وبالمناسبة ترى أهل الصفة ما كانوا يشتغلون شحادين، لا كانوا يحتطبون في النهار، لأن الحطب عندهم يعني شيء أساسي يوميا، كما أن الغاز عندك في البيت شيء أساسي، تعمل شاي بتعمل قهوة بتطبخ طعام لازم عندك غاز في البيت أو كهرباء. فكان في السابق كل شيء عبر هالحطب، برد يشعلون الحطب، نطبخ يشعلون الحطب، أبغى أغتسل في البرد سخنوا الماء بالحطب. فكان الحطب شيء مستهلك يوميا، مثل الخبز ومثل يوميا يستهلك. فكانوا يحتطبون في النهار ويبيعونه ويأكلون ويصلون في الليل ويخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. ما كان الواحد جالس عند المسجد يقول والله أنا ترى أقوم الليل وأصوم النهار تصدقوا علي، إشحد. ولا كان واحد أبدا من الصحابة يشتغل شحاد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد يريد يشحد يقطع عليه الطريق. تخيل جاء واحد مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطني مالا أنا ذو عيال وأنا ما عندي شيء. وأنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب هذا الأسلوب، خليك عزيز يا أخي. فقال صلى الله عليه وسلم
ما عندك شيء في البيت؟ قال ما عندي، أنا لو عندي ما جئت، والله ما عندي شيء. قال ما عندك أي شيء؟ قال ليس عندي في البيت إلا نعلان، ما عندي في البيت إلا نعال. وفي رواية أنه قال حلس، الحلس هو جلد الشاة القديم يسمونه حلس، فقال ائتني به. فجاء الرجل بالنعال أو بهذا الحلس جلد وحطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري؟ قال واحد من الصحابة بدرهم. قال من يزيد؟ قال واحد بدرهمين، فباعه بدرهمين. والرجل ينظر، ثم قال صلى الله عليه وسلم لأن الآن بدل ما كنت تجلس عليه اجلس على التراب في بيتك ما هي مشكلة ولا تشحت، قال صلى الله عليه وسلم اذهب بهذا الدرهم اشتري طعاما لأهلك. أنت الآن تقول عيالي جايعين، اذهب واشتري طعاما لأهلك، واذهب واشتري فأسا قطعة حديد جبها لي. فذهب واشترى بالدرهم الثاني فأس، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا وضعه وربطه بنفسه وقال اذهب واحتطب. السؤال يا إخواني، لماذا اختار له مهنة الاحتطاب؟ ليش ما قال له روح مثلا اشتغل حداد ولا نجار ولا خياط؟ ليش قال احتطب؟ ها، أول شيء مستهلك ممكن يبيع بسرعة، والشيء الثاني أحسنت ما يحتاج رأس مال، وأيضا ما تحتاج خبرة ولا تدريب. يعني لو قال له اشتغل خياط قال ما أعرف أخيط، احتطاب ما يحتاج خبرة، ما يحتاج يقول ما أعرف، امسك الزرع واقطعه وتعال، ما يحتاج خبرة. فجاء الرجل وضع الحطب بين يديه فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بدرهم أو نصف درهم. ثم قال للرجل غيب وجهك عني 15 يوما لا أشوفك ثم أتني، وكل يوم اصنع كذا. فصار الرجل يذهب كل يوم ويحتطب ويبيع، أحس بحياته. فجاء بعد 15 يوما وقد جمع 30 درهما. هذا غير اللي صرفه على عياله، هذا رأس المال اللي جمعه الزايد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم فأسا فيحتطب فيبيع خير له من أن يسأل الناس. أنا ما أريد أصنعكم يعني شعب شحادين، اشتغلوا زي الناس. ولا واحد من الصحابة كان شغلته شحادة، حتى شوف حتى أبو هريرة بالمناسبة ما يقول فخرج أبو بكر فسألته أن يطعمني، ما قال كذا، يقول سألته عن آية من كتاب الله لعله يقول لي تفضل أبغى أحفظ كرامتي. يقول أبو هريرة فقال صلى الله عليه وسلم ممن هذا الطعام؟ ممن هذا اللبن؟ قال واهداه إليك فلان أو فلانة. فقال لي يا أبا هريرة اذهب إلى أصحاب الصفة فادعهم لي. أصحاب الصفة 70 إلى 100. يقول أبو هريرة فقلت في نفسي قد كنت أحق أن أشرب من هذا اللبن شربة أشبع بها، الآن يدعو أصحاب الصفة فيفرق اللبن بينهم، يعني هذا إناء من لبن يشربه 70 رجلا يكفي مين ولا مين؟ يقول فذهبت ودعوتهم إليه، فلما جئت قال لي يا أبا هريرة اسقهم، فدخلوا فجعل يعطي أبو هريرة يعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يخرج، ثم يعطيه الثاني ويشرب حتى يروى ثم يعطيه الثالث. يقول أبو هريرة فشرب 70 كلهم. وجئت بالإناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص شيئا. هذا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله يبارك في الشيء له. ثم قلت، قال لي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة بقيت أنا وأنت، يعني لم نشرب؟ قلت نعم. قال اشرب. قلت بل اشرب أنت. قال اشرب. يقول فأخذت الإناء وشربت ثم ناولته وقال اشرب، فشربت ثم ناولته قال اشرب، فشربت ثم ناولته فلم يزل يقول لي اشرب اشرب اشرب، حتى قلت يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا، ما بقى مكان في بطني امتلأ. يقول فأخذه مني فجلس وسمى الله وشرب الفضلة عليه الصلاة والسلام. شوف هذا من معجزاته اللي تدل الصحابة على أنه نبي، أن هذه الحالة ما تحصل إلا معك يا رسول الله. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. من معجزاته عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى جعل له
القدرة على شفاء المرض إذا شاء الله. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر قال للصحابة، فتح خيبر أول مرة هجموا وردوهم اليهود، بعدين هجموا وردوهم، فقال للصحابة: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني الرجل الله يحبه وهو يحب الله. ثم اختار النبي عليه الصلاة والسلام لهم في الصباح، قال: أين علي بن أبي طالب؟ قال الصحابة: يا رسول الله، هو يشتكي عينه، جالس في الخيمة ما جاء يحضر عندك، لأنه ما يقدر يشوف، يشتكي عينيه من شدة الرمد ما يستطيع أن يرى. فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوه لي. فجاءوا يقودونه بيده من شدة الرمد اللي في عينيه، تعرفون الرمد اللي في العينين، مثل اللي يطلع أحيانا عند المواليد أو كذا ويضعون له قطرة، لكن هذا كان شديد. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: منذ متى تشتكي عينيك؟ قال: منذ كذا وكذا. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينه وتفل فيها ودعا الله أنه يشفيه، وفتح الأخرى وصنع بها ذلك، وفركهما علي وقام ليس به بأس. هذا من بركة صلى الله عليه وسلم. وطبعا يا إخواني، هذا ترى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتيك واحد ويقول لك: والله هذا شيخ عندنا يتفل في عينك وتشفى، أو تشرب بقية ماءه وتشفى، هذا لا يحصل مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. احذروا اللي يدعون فينا البركة، وهذا كله غير صحيح. هذا مرة مجموعة هكذا جالسين وعندهم شيخ بيفطرون، صوام، فلما أذن أخذ الشيخ التمرة وجعلها في مصها في فمه بس، وأعطاها اللي جنبه، فمصها اللي جنبه وأعطاها اللي جنبه، ويقولون بركة الشيخ. هذا كله غير صحيح يا جماعة، لا يحصل غلو، لا أحد يلعب بعقلك، أنت عبادتك لله، لا أحد يذلك أنك يعني عفوا يبصق في ماء وتشربه، ولا تأخذ بركة مدري إيش، ولا لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، غيره لا تعلق نفسك به، خليك عزيز. يقول لك: والله هذه بركات الشيخ، هذا الشيخ يلمس عليك، يلمس رأسك ويحصل لك كذا، هذا غير صحيح. هذه بركة بقية الماء، لمسة اليد، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. غيره يقرأ عليك قرآن، بركة القرآن، إن شفى الله بركة القرآن طيب، ما شفيت خلاص، هذا أمر قدره الله. فلا تعلق نفسك بغير الله تعالى، العبادة والبركة الله جل وعلا هو الذي يجعلها. هذا أيضا معجزاته صلى الله عليه وسلم. من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله تعالى له، حماية الله تعالى ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بعث عليه الصلاة والسلام، جاء أبو جهل إلى أصحابه اللي في مكة اللي عند الحرم، وقال لهم: أيعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني محمد يجي ويسجد عندكم وأنتم ساكتون له؟ قالوا: نعم، يأتي ويصلي ويمشي. فقال أبو جهل: والله لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن برجلي على عنقه، أجي هو ساجد وأحط رجلي عليه. فلم يلبث وقت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الكعبة، الله أكبر، صلى. فقال له أصحابه: يلا يا جهل، اصنع ما توعدت به، يلا يا بطل. فأقبل أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليجعل رجلي يدق عنقه، يعني يجعل رجله عليه. يقولون: فلما أقبل إليه صرخ أبو جهل وصار يتقي بيده شيئا، كأن في شيء أمامه يتقيه ويرجع. فقال له أصحابه: يا أبا جهل، ماذا صنعت؟ قال: والله إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة، أنا أشوف أجنحة كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سئل عن ذلك، قال: والله لو دنا مني لأخذته الملائكة عضوا عضوا، كان يتقطع. فأنزل الله تعالى قوله: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، وهو على كيف يأتي ويجع عنقك ما فيه ربي دافع عنك، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية اللي هذه مقدمة الرأس اللي غالبا يقولون منها التحكم في قرارات الإنسان، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، يدعو أصحابه يساعدون، سندعو الزبانية خزنة النار، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وبالتالي ما كان المشركون يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي. شوف ترى هذا من معجزاته، أن الله يقيض له ملائكة تحميه بإذن الله، هذا معجزات عليه الصلاة والسلام. من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم أمور تتعلق بالفلك، أمور تتعلق بشفاء الأمراض وغير ذلك من الأمور. هذه المعجزات إيش النتيجة منها؟ يعني نحن أيها الإخوة والأخوات لما نعرف النبي صلى الله عليه وسلم معجزاتك نزداد إيمانا أنه نبي وأن الله اختاره ليكون نبيا. لكن ما حقوقه علينا؟ إيش الواجب لنا نتعامل مع هذه المعجزات؟ أول ذلك محبته صلى الله عليه وسلم، أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية. ترى النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس وأحب أمته حبا حقيقيا، ولم يكن يستكثر من الدنيا ويأخذ منها، لا، كان كل شيء يجعله لغيره عليه الصلاة والسلام، ما كان يأخذه له. حتى إنه مات عليه الصلاة والسلام ودرعه، الدرع هي القميص الحديد اللي يلبسونه في القتال. بعض الناس يفهم الدرع هو الترس هذا اللي مثل غطاء القدر يحملونه في القتال يتقون به ضرب السيوف، هذا ليس هو الدرع. الدرع هو قميص مثل من سلاسل يلبسه المقاتل، حيث أنه لو رمي بسهم هنا ما يصيبه لأن فيه حديد يلبس، هذا درع اسمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه في القتال، فاحتاج يوم من الأيام شعير عشان أهله يطحنونه ويصنعون خبز، فما كان عنده مال، فذهب إلى يهودي يشتري منه. قال اليهودي طيب أعطني قيمته، قال ما عندي القيمة، قال ارهن عندي شيئا، أعطني رهنا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درعه رهن، يعني إذا ما سددتك تبيع الدرع وتسدد نفسك. فمات والدرع مرهون عليه الصلاة والسلام. ما كان إذا جاءت الغنائم قال أعطوني إياها أنا أحسنكم وأنا أولكم، لا، أحب أمته حبا حقيقيا. والله تعالى يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، أول حقوقه علينا محبته. الأمر الثاني معرفة سنته. يا أخي إنك تتعلم أنا بأكل، إيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل؟ أنه يأكل بيمينه. طيب أشرب، إيش سنته؟ يشرب على ثلاث دفعات، أعمل مثله. لماذا الله بعث الأنبياء بشرا؟ حتى يصح أن نقتدي بهم، ما جعلهم الله أنبياء، النبي ما جعلهم ملائكة. الملائكة ما تستطيع أنك تقتدي بملك، الملك لا يتزوج ولا يأكل ولا، كيف نقتدي به؟ لكن نقتدي بالبشر الذين بعثهم الله إلينا، كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يمشي، كيف يلبس، كيف يتكلم. ما كان صوته رفيعا ولا كان صوته منخفضا، وكان يعيد الكلام مرتين وثلاث حتى يفهم اللي عنده، ما يقول بعيدة مرة واحدة لو قالوا معلش ما سمعناك زين، ما كان يقول لا ما أعيد الكلام، لا أعيده مرة ثانية وثالثة حتى تستوعب مني. كان هينا لينا مع الناس عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان نبيا. حتى اللي ادعوا النبوة غيره كلهم ظهر عليهم علامات الكذب. يعني مسيلمة مثلا، مسيلمة يا جماعة كان يدعي أنه نبي، ولم يكن مسيلمة يقول أنا نبي ومحمد كذاب صلى الله عليه وسلم، لا، مسيلمة كان يعتقد أنه نبي ومحمد نبي أيضا، لكن يقول هذاك نبي على الحجاز مكة والمدينة ومحولها، وأنا نبي على نجد وما حولها، نجد يعني الرياض والمناطق اللي حولها. فيقول كلنا أنبياء، احنا زملاء في النبوة، كذا يدعي أنه نبي. حتى مرة مسيلمة لقيه عمرو بن العاص قبل ما يسلم عمرو بن العاص، وكان المشركون من شدة إعجابهم بالقرآن وقوة حفظهم، العرب كانوا يحفظون كثيرا من الأشعار، يحفظون آيات من القرآن من شدة يعني إعجابهم بنظمه وقوته. فمسيلمة يسأل عمرو بن العاص يقول له يا عمرو ما آخر ما أنزل على نبي الحجاز؟
قال أنزل عليه سورة يسمونها سورة الكوثر. قال ما هي؟ وعمر بالمناسبة داهية من دهات العرب، ذكي داهية. قال أنزل عليه سورة اسمها سورة الكوثر. قال ما هي؟ فقال إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني صل صلاة الأضحى عيد الأضحى وانحر أضحيتك، فصل لربك وانحر إن شانئك متنقصك هو الأبتر. الأبتر يعني المقطوع، إن شانئك هو الأبتر. فقال مسيلمة أما علمت أنه أنزل علي مثلها؟ قال فما أنزل عليك؟ قال أنزل علي سورة التفاح. قال وما سورة التفاح؟ فقال مسيلمة إنا أعطيناك التفاح فصل لربك وارتاح ودع عنك الصياح. فالتفت عليه عمر، شوف عمر رجل محترم ما يرضى أحد. يعني أنت الآن لو واحد يقول لك تدري كيف جيت المحاضرة؟ فتقول لك كيف؟ قال والله كذا وقفت عند بيتي وقفزت قفزة لنا عندكم. تقول يا أخي احنا أطفال عندك الله يهديك، تكلم بكلام لا. أنت لما تقول لي مثل هذا الكلام أنا عفوا أعتبرها إهانة لي، احترم عقلي يا أخي. فهذاك يقول لعمر هالكلام ويظن عمر بصدقه، إن أعطيناك التفاح صل ربك وارتاح ودع عنك الصياح. فقال له عمر كذا حط عينه عليه بعدين قال له يا مسيلمة. قال نعم. قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، يعني ما يحتاج أقول لك أنت كذاب، أنت تدري إني ما صدقتك. مسيلمة هذا بالمناسبة جاء إليه قوم قالوا له يا مسيلمة إن نبي الحجاز ذكروا له بئرا عندهم ماؤها مالح. شفهم يتعبون في الحفر وبعدين يا نصيب ما ندري، يمكن الماء مالح ويمكن عذب، ما يدرون، ما عندهم يعني مقاييس قبل ذلك. فقالوا إن نبي الحجاز قومه اشتكوا إليه أن بئرا عندهم ماؤها مالح، فجاء نبيهم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم وتفل فيها وصارت حلوة. يا مسيلمة احنا عندنا بئر لسه حافرينها، ماءها مش مالح مالح شوية، يعني نبغاها تصير أحلى، ممكن تأتي وتفله يعني؟ فقال إني قادم، وش هو ما فيش حد أحسن من حد يعني. فجاء مسيلمة يقولون ونظر في البئر وباء وتفل فيها، فلما تفل فيها انقلب لونها أصفر كبول الحمار. فقال له قومه يا مسيلمة هذه نمشيها لك، نبي الحجاز جاءوا إليه بطفل قد تساقط شعره، يعني ممكن هالطفل أصابه ثعلبة في الرأس أو شيء وتساقط الشعر، فمسح على رأسه ودع الله فشفي، صار ينبت له شعر حسن. عندنا طفل أحسن منا يعني، ما احنا عندنا نبي، عندنا طفل شعره ماشي يعني بس نبغى يكون أحسن شوي. قال جيبوا الولد، فجاءوا بالولد فمسح عليه مسحة، قالوا فتساقط الشعر مع يده، وصلوا على الولد، وصار الولد لما كبر وتزوج لا يولد له إلا صلعان من بركة مسحة مسيلمة اللي قبل 20 سنة ولا 30 سنة. فكل من يدعي النبوة غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال له هات البرهان. فمن حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام محبته، من حقوقه معرفة سنته ونشرها. تقول يا ولدي وأنت تأكل باليمين، يا ولدي كل باليمين سنة، أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم كل باليمين، يشرب يا ولدي اشرب باليمين هكذا. بأصلي أصلي أجعل أمامي سترة، لو في المسجد أجي أصلي أمام مثلا دولاب المصاحف هذا أو عند الجدار أجعل بين يدي سترة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أحرص أني أطبق السنن، السنن في الصلاة، السنن في الطهارة، السنن في أنا بغتسل من الجنابة ممكن آتي وأدخل تحت الماء وأغتسل وأتمضمض واستنشق وأطلع، هذا وضوء غسلي صحيح، لكن السنة أتوضأ قبل وضوء تاما ثم أغتسل وطبق السنة. من محبة عليه الصلاة والسلام تطبيق سنته، من محبته كثرة الصلاة عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل يا رسول الله من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ قال أكثركم علي صلاة، اللهم صل وسلم على رسول الله. ويسن أن تصلي عليه حين تصبح 10 وحين تمسي 10، يعني لما تصبح
الصباح، من أذكار الصباح أنك تقول اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله، عشر مرات. وحين تمسي بعد العصر أو بعد المغرب تقولها عشرا. يقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا وجبت له شفاعتي يوم القيامة. وبعدين من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. ولذلك الله تعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا من حقوقه علينا. ويتأكد الصلاة عليه عند الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. ولما دعا رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وختم ولم يقل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، قال عليه الصلاة والسلام عجلت أيها المصلي، يعني استعجلت، عجلت أيها المصلي. فمن أهمها أيها الإخوة الكرام والأخوات أنك تصلي على، إما في بداية الدعاء تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله يا رب كذا وكذا وكذا، أو في آخر دعائك تقول اللهم صلي وسلم على رسول الله، حتى يكون دعاؤك مجابا. من محبته ومن حقوقه علينا معرفة سيرته، معرفة سيرته، تعرف اسمه، تعرف أسماء أبنائه، تعرف غزواته، تعرف قصص عليه، تقرأ كتاب في السيرة، تخبر أولادك بهذا، تستمع إلى شيء يتعلق بالسيرة. هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، أنك تتعلم سيرة عليه الصلاة والسلام، تتعلم كيف يأكل، كيف تعود نفسك أنك تتعلم سيرته الطاهرة عليه الصلاة والسلام. من حقوقه علينا عليه الصلاة والسلام الدفاع عنه. والله يا إخواني أنا يمكن قبل 4 سنوات ذهبت إلى بريطانيا أخذ يعني كورس في الإنجليزية، فكنت بعد الظهر، كنت أثناء الصباح في الفصل العادي، بعد الظهر أخذ تكثيف محادثة، فكان الشخص اللي يدرسني المحادثة هذه 1-to-1 رجل يأتي من خارج المعهد، اتفقوا معه عندنا طالب يحتاج، فكنت يأتي يضعونا في غرفة لحالنا. أول ما جلست معه حتى يبدأ معي المحادثة يحدد يعني إيش المواضيع اللي يناقشها معي، سأل قال حدثني عن نفسك أنت إيش تدرس وإيش جئت هنا. فقلت له أنا كذا، أنا أدرس في الجامعة لكن جئت ولا لا. ومن ضمن ما قلت له قلت أنا إمام مسجد، أنا خطيب مسجد. قالوا يو آر بريست، أنت قسيس. قلت قسيس ما دام قسيس، لكن قسيس مسلم يعني أنا إمام، إحنا ويكولت إحنا نسميه إمام، ما نسميه بريس قسيس. فقال ما دام أنت إمام أنا بسألك سؤال محيرني. قلت نعم. قال الدنمارك لما رسمت نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني برسومات ليش زعلتوا؟ ما هو عيسى يرسم دائما ما عندنا مشكلة يعني. يقول أنا ترى موظف في الكنيسة، أنا متطوع في الكنيسة الأحد السبت والأحد أشتغل فيها، ما يرسمون عيسى ونأخذ المسألة عادي يعني عندنا كاريكاتير وعادي، ليش أنتوا عملتوا قضية؟ حدثني عن نبيكم هذا كذا يقول. طبعا أنا لا أملك اللغة الكافية لأعطيه محاضرة في السيرة النبوية، تحدثت قليلا بما أعرف، وكان معي كتاب بالإنجليزية يعني الكتاب من تأليفي اسمه استمتع بحياتك، فيه 92 قاعدة في التعامل مع الناس والأخلاق كلها أخذتها من السيرة النبوية. فكنت جايب نسخ من كتابي مترجمة أهديه لبعض المعلمين فوافق أنه معي في الشنطة وطلعت الكتاب. قلت هذا الكتاب أنا مؤلفة ويتكلم عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل هذا هدية لك. أخذ الكتاب وشكرني. طبعا هم الويكند بالنسبة لهم يومين معظمين، لا يمكن يقعد يقرأ في الويكند، يطلع مع أصحابه ويروح، وهذا متطوع في الكنيسة أيضا وعنده أكيد يعني أصحاب. فلما جاء يوم الاثنين الدوام أول ما شافني دخل مع شنطة كذا حط على كتفه حطها على الكرسي، قال محمد كلمني. قلت نعم. قال من حقكم تغضبون. أنا نسيت الموضوع بصراحة، أنا كنت أريد أسأل على الكتاب لكن ما حبيت أسأله من أول يوم، قلت بعطيه فرصة أخاف أنه ما قرأ ويحرج مني، قلت بعطيه فرصة على الأقل أسبوع. قال من حقكم تغضبون. قلت ليش؟ قال قرأت من الكتاب 83 صفحة. طبعا
83 صفحة يعتبر كثير على يومين. إذا كل يوم بيقرأ 40 صفحة والكتاب خط صغير بالإنجليزي وليس كتابا تقول يعني مليئا بالصور كتاب مركز. قال قرأت 83 صفحة. من إذا كانت أخلاقه كما في الكتاب من حقكم تغضبون. قلت طيب أنت جبت السؤال، أنا كنت سألت سؤال بعد، هذه ما لها دخل في الموضوع لكن نختم بها. أنا كنت لما أردنا نفترق أعطيته الكتاب، قلت أنت في الكنيسة؟ قال نعم. قلت متى تشوف القسيس؟ قال بشوفه يوم الأحد. قلت عندي سؤال أسأله القسيس. قال نعم، إيش سؤالك؟ قلت قل للقسيس إن الله اتخذ ولدا اسمه عيسى، صح؟ فسيقولك القسيس نعم. فقل له معنى ذلك أن الله يحب الأولاد، يحب يكون عنده أولاد، لأجل ذلك عنده ولد اسمه عيسى. فسيقول لك نعم أكيد يحب العيال عشان كذا عنده ولد اسمه عيسى. عندها اسأل القسيس قل له ما دام الله يحب يكون عنده أولاد، لماذا الله ما جاب إلا ولد واحد ووقف؟ ليش ما جاب ولد وبنت؟ ولا جاب ولدين ثلاثة؟ ولد واحد بس، ما دام تحب العيال يا أخي جيب 10، ليش ولد واحد ووقف بس؟ اسأل القسيس. أوكي، قال أوكي وراح. هذا يوم الأحد. فيوم قال لي الكتاب جيد، قلت له طيب what about my question، سؤالي إيش أخباره؟ قالوا إلا سألت القسيس. قلت ها، ويطلع القلم من الشنطة ونزع الغطاء. قال القسيس قال لي إن الله عنده 5 عيال. والله هذا جوابه يا جماعة. وكتب جيسوس، جاك، جون، بعدين قالوا نسيت 2 الباقين. قلت ما هم ربك الحين تنسى عيال ربك؟ فالمقصود أن يعني أن كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إيه يقولون إلا كذا، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. هذه أيها الإخوة الكرام يعني شيء من معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشيء من حقوقه علينا، ومن أعظمها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اتباعه. تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، إذا شرب فليشرب بيمينه، نهى عن الشرب قائما، ذكر أشياء تتعلق بالصلاة، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، كيف كان يضع يديه إذا وقف في صلاته، كيف كان يصلي، كيف كان طبق سنته صلى الله عليه وسلم في كل شيء لتكون فعلا من أتباعه. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم يا أول يا آخر يا باطن يا ظاهر، اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع لنا حاجة نسألك إياها إلا أعطيتنا، يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم اجعل أولادنا بنا بارين، اللهم اجعلهم بنا بارين وفي حياتهم ناجحين، اللهم احفظهم من المخدرات ومن المسكرات ومن التدخين ومن جميع الآفات، اللهم احفظهم من صحبة الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم احفظ علينا صحتنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، اللهم واختم بالصالحات أعمالنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره، واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين، اللهم اصلح أحوال إخواننا في كل مكان، اللهم اصلح أحوال أهلنا في بلاد الشام، اللهم وحد كلمتهم على الخير والهدى، اللهم اصرف عنهم السوء يا قوي يا عزيز، اللهم من أرادهم بسوء فرد كيده في نحره، اللهم اعمر ديارهم بالأمن والإيمان،
والسلامة والإسلام يا رب العالمين. اللهم وكل أهلنا في بلاد اليمن، اللهم أمن ديارهم، اللهم أمن ديارهم، اللهم اجعل رزقهم دارا وعيشهم قارا يا رب العالمين. اللهم وكل أهلنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة أمة الإسلام، اللهم اجمع كلمة أمة الإسلام، اللهم كل عبادك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم واحفظ قطر وأهلها وسكانها من كل سوء، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، اللهم احفظهم من كيد الكائدين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الله يحفظ. أنا ترى ودي أسلم عليكم واحد واحد، لكني العصر كنت في لقاء في الإذاعة، والمغرب كنت في محاضرة، والآن محاضرة، فلعلكم أن تجعلوا سلاما هكذا بعيدا، واللي يحب